محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل البيت الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله هو أحد لله الصمد لم يلد ولم له كفوا أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله هو أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحدا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسدا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أو تخفوها
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أهل البيت إنه هو الحميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله لا
نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. فاعلموا أن أفضل الذكر حقا لا Yeah.
Allah.
يا حسبنا الله
بحمده
يهتفوا يا الله يا الله يا الله يا الله.
الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى إلا الله 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 إلا الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم مولانا يا مولانا ويا سميع لدعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا الله مولانا يا مولانا ويا سميع لدعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا الله مولانا يا مولانا ويا شكرا شكرا
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة حق، كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين برحمة الله وكرمه. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير مما اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله we say شكرا to 786 for having us for this this Thursday, to host us this Thursday. As-salatu as-salam says a big شكرا to each and everyone behind scenes taking this beautiful dhikr on air. To each and everyone in Cape Town and to their homes, alhamdulillah. Also, we also make dua for all the sick, and especially we make dua for the Clayton and Losper family. We make dua for Auntie Farida Losper, who is currently in hospital, going under operation. May Allah guide the surgeon's hands, inshallah. Ameen. May Allah grant shifa kamila wa afia. Also make dua for all the deceased. May Allah grant Jannatul Firdaus, inshallah. Ameen ya Rabbil Alameen. We ask Allah to grant each and everyone that is going through difficulty, may Allah grant him ease. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. We also make special dua for the people on Hajj, so make dua them, may Allah make it easy for them. Inshallah, they're soon going to be on Arafah. Allah grant that whatever they do, whatever they doing of amin al-salihat, good righteous deeds, may Allah grant them that it's been accepted, inshallah. Hajj makbool and Hajj mabrool. And also make dua for Palestine, our brothers and sisters in Palestine, in Syria, Afghanistan, Gaza, Rafah. May Allah grant him also ease, justice, inshallah. Amen. Rabbul Alameen, with the last adhkar that we're going to make, inshallah, we want each and everyone to take part. Whatever dua that you have inside, may Allah accept, inshallah, each and every dua that you make, inshallah. Amen. Rabbul Alameen. Ya Allah, Ya Allah, Ya بالله وضلوا ضلالا بعيدا. لا إله إلا الله.
مثلا أو ساكنا أو سميا أو عدلا فأنت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلق. والحمد لله والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وتهليلنا وقراءتنا ودعاءنا واستغفارنا وذكرنا وجميع أعمالنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهوال والعدوان. اللهم عافنا في بدنه اللهم عافنا في سمعه اللهم عافنا في بصره. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واهدنا وعافنا وارزقنا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين ونحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء يا الله يا كريم يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا عزيز حكيم يا سميع عليم يا عليم حكيم يا غفور رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا يا الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اللهم انصرنا المجاهدين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي أفغانستان وفي رفح وفي كل مكان يا الله وفي كل مكان يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. يا الله forgive us يا الله يا الله forgive our shortcomings يا الله يا الله forgive us forgive our parents يا الله يا الله يا الله يا الله forgive المسلمين يا الله grant each and everyone يا الله forgiveness يا الله. You the only one to forgive us يا الله. You غفور رحيم You أرحم الراحمين You أكرم الأكرمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا الله يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. ألا each and everyone that's out there listening, may Allah grant you all khair and barakah, all goodness. May Allah bless your lives with dhikrullah and Allah subhanahu wa ta'ala in your lives and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, also just a small notice that Islamic Relief is having a pledge and they are raising monies for Palestine, for Palestine, to make Palestine a better place, inshallah, and to build and to give aid and things. Inshallah, if you have anything small just to give, to donate to Palestine and Gaza, may Allah make you guys rich, inshallah, in dunya and akhirah. And because it's also the 10 days of Dhul Hijjah, the first 10 days, whatever good that you do now, it's much more reward. So yani, inshallah, take deep into the pockets, inshallah, and you can, you know, sponsor towards Palestine, inshallah. They're raising up to R1 million, so you can drop off by the studio at 786 in the Rylands, or you can go to Islamic Relief, inshallah, also to their offices and things, and you can drop off there also, inshallah. Shukran. يا مصطفى كل شيء لله يا more.
حمد حمد الله الله حمد حمد الله الله حمد حمد الله الله يا رسول الله لا إله محمد